امسك امسك. انا لو فكرت زيك كده يبقى لازم اخلص من فتحي دلوق. فتحي حاجه ومحروس حاجه تانية. لا التنين اسخن من بعض. لا يا شمس. لا بقول لك ايه، ده ناكر للجميل والتاني زي القطط بياكل وينكر. انا كنت هعنس يا شمس. عنس؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ تفهم من خشمك، ده انت قمر بدر منور ده. شمس اسمعي اللي انا هقوله ده، حطي حلقه في ودنك، ما تكدبيش على نفسك، ما تحطيش حالك في مكانه مش مكانتك ابدا. انا كلام الناس خلاني الف وادور حوالين نفسي، كنت عايزه اقول ان انا ما عنستش وان العرسان لسه بتيجي لحد بابي وانا اللي بقول لا. قبلت بمحروس عشان كنت فاكره انه الفرصه الاخيره، لكن لا ده مش صح. لا احنا صح، انت فتحت المحروس باب وهو قفله، وانا فتحت 100 باب لفتحي وهو قفله. فتحي اتجوزك واشتغل معانا، كان واحد من العيله اللي خلى فتحي يتمرد. انت يا شمس انت اللي حسستيه انه قليل. يا حبيبتي الراجل يحب يشوف نفسه كبير في عين مرته، وساعتها هيشيلها فوق دماغه. طب ما هو محروس زي فتحي والطينه من العجينه. لا محروس غير كل الناس. اقول لك انا غلطانه اني بتكلم معاكي. ما تهدي شويه يا عمتي وروقي، مروان لما يجي هيعمل لك اللي انت عاوزاه. انت عارفه انا هموت واعرف كريمه وجبريه بيعملوا ايه، قافلين عليهم الباب من ساعه ما جم ليه؟ اكيد بيخططوا الحاجة. خافي على نفسك يا فوزيه، خافي. المكان الغريب اللي انت جايبني، ايه 5 أبواب اللي انت جايبني فيها ده محروس؟ انا خايف حد يطب علينا. مين اللي هيطب علينا؟ انت مش قلتي اهلك كلهم مسافرين؟ ليك بقى نفس تضحك وتهزر دلوقتي يا بنت؟ بلاش نكد، اهو النكد ده اللي هيخليني اهرب منك وما اتجوزكيش. وانت عايزني بقى ان شاء الله اضحك كده وابقى فرفوشه على ايه؟ قلت ايه انت ولا عملت ايه خليني حلوه؟ يا بت بلاش نكد الله يخليكي. بقول لك ايه، انت ايه اللي يهمك من الدنيا؟ مش لقمه حلوه واكله حلوه وقعده حلوه؟ ايه ما اللي حوالينا كلهم معاهم فلوس عملوا بيها ايه يعني؟ ده ناقص شويه شويه يموتوا بعض. بقول لك يا محروس، من الاخر كده انا مش هرتاح ولا ههدى غير لما تتجوزني وتجيب لي بيت لوحدي. يا بنت هيحصل بس ترتقيلي ودانك انت بس كده. قول احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنعمل ايه؟ استباحة. يعني ايه؟ استباحة عشان مزاجنا ودماغنا تبقى عنب، نعرف نتعامل مع الناس اللي بره دي. لا بقول لك ايه، اوعى تكون فاكر ان انا عشان وافقت اجي معاك المخروب ده ابقى بنت سايبة. اوف يا احلى من السيبان. يا بت شدي بس شدي. اوعى اوعى البتاع ده. بتاع ايه؟ ما تقوليش بتاع، ما تطيريش الدماغ. يعني انا هقول لك على حاجه. انت لو دخلتي دلوقتي مكان وقالوا لك اهلا 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 بالهانم مش هتبقي مبسوطه؟ اكيد طبعا. اهو البتاع ده هيخليكي ست الهوانم. انا اصلا ست الهوانم من غير حاجه. لا ده هيخليكي ست الهوانم. بقول لك ايه، ده هيخليكي نانسي عجرم. بصي شدي. نانسي؟ نانسي بجد؟ امال ايه، شدي بس. اسم الله عليكي يا نانسي. ساكت ليه؟ كنتش عايز تتمشى معايا ولا ايه؟ لا ابدا بالعكس. فاكر يا حسن اول مره جيت فيها هنا؟ فاكر لما قلت لي ان الارض دي كلها بتاعتنا؟ فاكر ساعتها عملت ايه؟ قعدت تقشر دره وتاكلني. مش فاكر. ما تبقاش بايغ بقى. بقى انا عماله اقول لك كلام حلو عشان يحنن قلبك عليا وانت مركب لي الوش الخشب ده، في ايه؟ عايزاني اعمل ايه يا ريتال؟ عايزاك تقول لي كلام حلو يخليني احس ان الدنيا حلوه، احس بالامان يا حسن. مصيبه اني عارفك كويس. لا يا حسن انت ما تعرفنيش كويس.
ولا حد في الدنيا يعرف ريتال كويس. مفيش غير حد واحد بس، هو بابا الله يرحمه. أنانية يا حسن؟ أنا أنانية، بس أنا عمري ما كنت أنانية في حاجة مش حقي. أنا كنت أنانية في حب بابا ليا، وده حقي. أنا فاكرة أول يوم مدرسة، خدني من إيدي ووداني المدرسة، وقعد يقول لي أنت قوية وشاطرة، أوعي تعيطي، خلي بالك من حاجتك وما تضيعهاش. شالني فوق كتفه وخلاني أحس إن أنا فوق الناس كلها، خلاني أحس إن أنا أهم واحدة في الدنيا. أنت شبهه يا حسن في حاجات كتير قوي. عم عبد الله شال الكل فوق كتافه وغمض عينيه، عشان كده وجع. عمر الطيب ما يقع يا حسن. أنا كنت بشوف في عينيه نفس النظرة اللي أنا شايفها في عينيك دلوقتي. أنت وهو شبه بعض يا حسن، فيكم بعض كتير قوي. وأكتر حاجة حسيتها فيك منه طيبتك وحنية قلبك. أنا عايزة إيدك في إيدي يا حسن، عايزك تستحملني وتبقى معايا. اتكلم يا حسن، قول أي حاجة. أنت الوحيدة اللي كنت متأكد إننا زي بعض. كنت بحلم إننا نتجوز ونسافر ونلف الدنيا. كل اللي بحلم بيه كان إننا نبقى غير كل اللي حوالينا. عمري ما شغلت بالي لا بأرض ولا بمال، ولا مين خاديه ولا مين عايز إيه. كل اللي كان يهمني إن اللي حوالينا يبقوا كويسين وبخير، وإن أنا أبقى مبسوط. حتى عمتي لما كانت تتخانق مع عمي ولا مع نادية أقول عادي، مشكلات بتحصل في أي بيت. كنت عايز أنا وإنتي نبقى غير أي حد في العيلة دي. كنت عايزهم لما يشوفونا يقولوا يا بختهم، عملوها كيف دول. كنت عايز يكون لنا حكاية محدش يعرف آخرها ولا نهايتها، وكل يوم نكتب أنا وإنتي حكاية جديدة. كان نفسي أعيش معاكي 100 حياة رتال، بس للأسف. ليه للأسف يا حسن؟ نقدر والله العظيم، صدقني